السلام عليكم حبايبي طلاب جريد 3، ان شاء الله احل معاكم اسئله ليسنز 1 اند 2 في يونت 4 في كونكت بلس بيج 122 في كتاب المعاصر. اول سؤال عندنا complete the following dialogue، هنكمل الديالوج بكلمه جريد، رائع او عظيم، ويب كام، كاميرا الويب، وايلد لايف، حياه بريه، شمبانزيز اللي هم قرود الشمبانزي. الديالوج بين يارا وبين زين. يارا بتقول ايه؟ It was great at the park yesterday, wasn't it? It was great at the wildlife park. اليوم امبارح كان رائع أو كان جميل جدا في حديقة الحياة البرية. Wasn't it? أليس كذلك؟ مش كده برضو يا زين؟ فزين رد عليها وقال لها Yes, it was. أيوة فعلا. بعد كده يارا قالت له إيه؟ I loved seeing the chimpanzees. أنا بحب إن أنا أشوف قرود الشمبانزي. Let's look on the wildlife park webcam. طيب خلينا بقى نبص على الكاميرا الخاصة بحديقة الحياة البرية. We might see it again. ممكن إن إحنا نشوفهم تاني. عندنا بعد كده السؤال التاني. Choose the correct answer number one. Let's look on the wildlife webcam. لسه حلين السؤال ده. خلينا نبص على الكاميرا الخاصة بحديقة الحياة البرية to see animals عشان نشوف الحيوانات. Number two, mean moves very slowly. مين اللي بيتحرك ببطء جدا؟ A sloth, حيوان الكسلان. Number three, the mean monkey has a long tail. مين المونكي اللي بيكون ديله طويل؟ The spider monkey, القرد العنكبوتي هو اللي ديله طويل. Number four, mean live in a large group called a colony. مين الحيوانات اللي بتعيش في مجموعة كبيرة تسمى المستعمرة؟ كالوني يعني مستعمرة، طبعا البينجوينز البطريق. Number five, mean is a very colorful bird اللي بيكون طائر ملون جدا، a macaw، المكاو اللي هو البغبغان الأمريكي. Number six, mean is a dangerous snake، مين اللي بيكون ثعبان خطير؟ a cobra، ثعبان الكوبرا. Number seven, foxes and rabbits dig a in the ground. الثعالب والأرانب بيحفروا إيه في الأرض؟ بيحفروا بروز. يعني إيه مس بروز؟ جحور. Number eight, crayfish live in جراد البحر أو الاستاكوزا. بيعيش فين؟ بيعيش في الريفرز، بيعيش في الأنهار. Number nine, lions and a hunt other animals to eat. الأسود وكمان مين بيصطادوا الحيوانات الأخرى عشان يأكلوهم؟ lions and cheetahs، الأسود والفهود بيصطادوا الحيوانات الأخرى عشان يأكلوهم. Number 10, birds use grass and sticks to build a in trees. الطيور يا أولاد بيستخدموا العشب وكمان العصيان عشان يبنوا ايه في الأشجار، عشان يبنوا النستس بتاعتهم، عشان يبنوا الأعشاش بتاعتهم. عندنا بعد كده السؤال number 3. Write 3 sentences about 18 words about the picture. عاوزنا نكتب 3 جمل عن الأول، عن البومة، ومدينا كلماتها تساعدنا، مدينا holes فتحات أو ثقوب وكمان تريز أشجار ومدينا كلمة أول بومة. طب يلا بينا بقى نطلع فوق ونشوف في نص الدرس بتاعنا كان كاتب إيه بقى عن الأولز، عن البوم أو عن البومة. أول جملة هنكتب أولز live in holes in trees. البوم بيعيشوا في فتحات أو في ثقوب في الأشجار. They don't make holes. هم مش بيعملوا الفتحات دي أو الثقوب. They find them. هم بيلاقوها معمولة وجاهزة. ممكن كمان نكتب جملة رابعة ونقول They have big eyes أو They have large eyes. هم بيكون عندهم عينين كبيرة. ممكن كمان تكتب جملة خمسة وتقول I love seeing them so much. أنا بحب إن أنا أشوفهم جدا. ماشي، أي جمل يعني أي جمل يكون لها علاقة بالبوم بالأولز. نرجع بقى نكمل مع بعض باقي الأسئلة. Number four, read order and write. Number one, hide under the crayfish rocks. The crayfish, الاستاكوزا أو جراد البحر مالهم. Hide, بيستخبوا. فين؟ Under rocks, تحت الصخور. Number two, fox, was it a fennec? Was it a fennec fox? هل ده ثعلب الفينك؟ عندنا بعد كده السؤال number five. Read and match A with B. Number one, the fennec fox. ثعلب الفينك ماله؟ Moves very slowly. بيتحرك ببطء جدا. In large groups. في مجموعات كبيرة. Has big ears. بيكون عنده أذن كبيرة. A spider monkey. القرد العنكبوتي. The fennec fox has big ears. ثعلب الفينك بيكون عنده أذن كبيرة.
Number two, was it a spider monkey? هل ده بيكون القرد العنكبوتي؟ Number three, the sloth, حيوان الكسلان، ماله؟ Moves very slowly، بيتحرك ببطء جدا. عندنا بعد كده السؤال number six. Read the text and answer the questions. Lots of birds built nests in trees. معظم الطيور أو طيور كتير بيبنوا الأحشاش بتاعتهم في الأشجار. They use grass, sticks and leaves. هم بيستخدموا إيه عشان يبنوا الأحشاش بتاعتهم؟ بيستخدموا عشب، عصيان وكمان أوراق الشجر. Other birds، في طيور أخرى such as owls، زي البوم، live in holes in trees، بيعيشوا في الفتحات أو في الثقوب اللي بتكون في الأشجار. They don't make holes، مش هم اللي بيعملوا الفتحات دي. They find them، هم بيلاقوا الفتحات معمولة وجاهزة زي ما أخدنا في الباراجراف. Foxes and rabbits dig burrows in the ground، الثعالب والأرانب بيحفروا الجحور في الأرض. They dig in ears or sand، هم بيحفروا في الأرض وكمان في الرمال. Choose the correct answer. Number one, birds use grass and A to build nests، الطيور بيستخدموا العشب وكمان إيه عشان يبنوا الأعشاش بتاعتهم، and sticks وكمان العصيان. Number two, birds can A nests، الطيور بيقدروا إن هم build nests، بيقدروا إن هم يبنوا الأعشاش بتاعتهم. Number three, where do rabbits dig their burrows، الأرانب بيقدروا إن هم يحفروا الجحور بتاعتهم فين؟ They dig in earth or sand، هم بيقدروا يحفروا الجحور دي في الأرض أو في الرمال. هنا هنكتب number three. آخر سؤال عندنا، سؤال number seven. Look and scramble and write the words. أول صورة دي صورة مين؟ دي صورة الفهد. فهد يعني إيه؟ تشيتا. يبقى هنكتب تشيتا. CHEETAH. البغبغان الأمريكي يعني إيه؟ ماكاو. MACAW. ثعبان الكوبرا. كوبرا. أنا كده خلصت معاكم أسئلة lessons 1 و 2 في unit 4 في Connect Plus. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سايبة لكم لينكات الجروبات بتاعتي بتاعة التليجرام في الديسكريبشن، اللي حابب ينضم بنزل عليهم كل جديد. ودلوقتي هقول لكم باي باي.